شخص رضع من امرأة 5 رضعات، فهل يجوز له أن يكشف على جميع بناتها أم يكشف على البنت التي رضع معها فقط؟ إذا رضع من امرأة 5 رضعات فإنه يكون ابنا لها وأخا لجميع أولادها وأولاد أولادها، ويكون أخا لأولاد زوجها ولو من غيرها، ولو من امرأة أخرى، يكون أخا للمرضعة، أخا لأولاد المرضعة، وأخا لأولاد الذي له اللبن وهو الزوج ولو من زوجات أخرى. نعم.